بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله ناخذ النهارده الدرس التالي من الوحدة الثانية من كتاب أنشانتي. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الدرس الثاني، بدأ بالكلمات الماسكولا وبعد كده الفيمينا. سيت فلير دوميسيل بايي ايتا لوي اندروا كونتيان ابيتون منامو درابو ابيتون. كلمات الفيمينا معاها ناسوناليتي فيل كارت كابيتال لونغ ريفير مير اورجيا ادريس ال موني. سي سيتوي بارتي فواياجي فينير دوني سورتي فيف لو كلازي سي تروفي دوني سير. انسيان نيفو نوفيل نوفيل اوفيسيال سبيسيال انتريسي اترانجي. على اترانجي او سنتر دو او سود دو او نود دو على ايست دو على ويست دو. كاتب لي لوكير القاهرة تكون عاصمة مصر. الألمان الألماني يكون اللغة المتكلمة في دولة ألمانيا. تكون قارة قال لك أفريقيا. أستراليا توجد في قارة أوسانيا. لا كابيتال دو فرانس عاصمة فرنسا إنها باريس. في البرتغال أمبار نتكلم فرنساوي برتغالي برتغالي. تكون مدينة فرنسية ليون الأولانية. كتب لي شوية ملاحظات. كل المدن مؤنثة ما عدا القاهرة والسويس وسينا والفيوم. طبعا القاهرة والفيوم وسينا. بالإضافة إلى الدلتا، الدلتا مذكر. كل الدول المنتهية بأو مؤنث ما عدا مكسيك زيمبابوي موزمبيق رايوماني المملكة المتحدة. كل الدول الغير منتهية بأو مذكر. هناك أربع دول مثل الفلبين، الولايات المتحدة، الأراضي المنخفضة، الإمارات، الفلبين. دول دول جمع. ليس هناك مدن جمع. باريس، نانت، كان، بردو، بروكسل، حتى لو أخرس. دولة بايبا هي مجموعة أقاليم أهمها دولة هولندا. دولة الريوني المملكة المتحدة تضم عدة دول أهمها إنجلترا. تسبق الدول بعادات المعرفة في حالة عدم استخدام حرف جر في الجملة. جي جيو فيزيت لا فرانس لو جابان لو تايوني. الدولة المبدوءة بحرف اش تعتبر مبدوءة بحرف ساكن زي هولندا. كاتب لي عند التعبير عن اللغة البار لفرنسي البار لفرنسي هو يتكلم فرنساوي هي تتكلم فرنساوي وما تغيرتش. هو يتكلم لا لونغ فرانسيز اللغة الفرنسية بتتغير. تشير الجنسية المفرد المذكر إلى اللغة والسكان. لو فرانسي لا لونغ فرانسيز لو فرانسي الفرنسي. تأنيث الجنسيات الجنسية المنتهية بأو تبقى كما هي زي كلمة روسيا زي كلمة بلجيكا. نؤنث بإضافة أو بإضافة حرف أو لزي فرنسا بقت فرانسيز أدي الجنسية من فرنساوي الفرنسي. إيطاليا إيطاليان نفتلها إنو. صفات شاذة زي ترك بقى ترك. جريس اللي هي يونان تركي بقى تركي تركية. يونان يونانية اتأنست بإضافة المقطع كو ونشيل حرف السي مع كلمة ترك. تعال نخش نحل على طول وبعض الملاحظات هنقولها احنا شغالين. هو يكون ياباني. أم سامي تكون أم سامي تكون بتكلم عن الأم إيطالية. هذا الولد يكون صينية صيني هتاخد صيني.
ما طنط عمتي تكون إيطالي فرنسي مصري مصرية، أخذ مصرية. لا ناسيوناليتي دي كريم، جنسية كريم تكون، بتكلم عن الجنسية، الجنسية مصرية التانية. هي تكون هندي ولا هندية؟ قال لك هندية التانية. هي تكون إيطالي كندي أسترالية، أسترالية أخدها. هو يكون من أصل، كلمة أصل يأتي بعدها صفة جنسية مفرد مؤنث دائما، يبقى أخد بلجيكي مش مذكر مؤنث. ساكوزين بنت عمه تكون ماروكيان مغربية، أخد الأولانية. هي تتكلم إنجليزية ولا إنجليزي؟ هي تتكلم إنجليزي. حروف الجر للبلدان والمدن، آ بتيجي مع مدينة مؤنثة وجزيرة، أوم بتيجي مع الدولة المؤنثة، دولة مذكرة مبدوءة بحرف متحرك مع الكرات، أو بتيجي مع مدينة مذكرة زي القاهرة والفيوم وسيناء، دولة مذكرة، أو بتيجي مع الدول الجمع وجزر الجمع، مجموعة جزر. الدو معناها من أو عن، بتيجي مع القاهرة والفيوم وسيناء، مدينة مذكرة، وبتيجي مع الدول المذكرة التي لا تنتهي بو. الدو بتأتي معها المدن المؤنثة والدولة المؤنثة والقارة. الدي بتيجي مع دول جمع. هو يسكن في الولايات المتحدة، دولة جمع، أخد أو. أنت سوف أو أنت تذهب في أجازة إلى المغرب، المغرب دولة مذكر، أخد أو. كندا تكون في أمريكا، أمريكا قارة، أخد أن. جي سوي أنا أكون في نيس، مدينة، المدن بتاخد حرف الجر آه. هو يكون في الفيوم، القاهرة والفيوم وسيناء بتاخد أو. والدي يذهبون إلى إيطاليا، إيطاليا دولة مؤنث، أخد أن. أنا أعمل في موسكو، موسكو مدينة، أخد آ. مونسيبو كوبين زميل النت يكون في البرازيل، برازيل دولة مذكر، أخد أو. هي تسكن في مدريد، مدريد مدينة، تاخد آ. نحن نذهب إلى البيبة، الأراضي المنخفضة، أخد أو. مونبير أبي يذهب إلى برشلونة، برشلونة مؤنث، دولة مدينة قصدي، أخذ آه. هي تذهب إلى الفلبين، مجموعة دول، مجموعة دول جمع، دولة الفلبين جمع، أخذ أو. هو يسكن في فيتنام، دولة مذكر، أخذ أو. هم يذهبون إلى مدينة لندن، مدينة لندن مدينة، أخذ آه. نحن نذهب إلى نانت، برضو مدينة، أخذ آه. يسكن في القاهرة، أخذ أو. هو يأتي من باريس، من، أخذ دي أو. هذا السائح يأتي من اليابان، اليابان دولة مذكر، أخذ دو. كل سنة نحن نزور اليابان، مش هاخد حرف جر، يبقى أخذ لو. قطع اللي جاية بيقول لي مواقف لكي تطلب وتقول الجنسية، هتقول كليل طا ناسيوناليتي، ما جنسيتك أو من أي أصل تكون أو أي جنسية أنت عندك. أقول له أنا أكون مصري، أنا أكون من أصل مصري، جنسيتي مصري. أن تطلب من سائح جنسيته، أنت هتقول له كليل فوتر ناسيوناليتي، ما جنسيتك، كليل فوتر لونج، لغتك، من أي أصل تكون، أخذ رقم سي. تريدون أن تطلب من سائح صا ناسيوناليتي جنسيته، هو هيقول لك أنا أحب بلدي، أنا أكون فرنسي، دي واحد، فرنسا توجد في أوروبا، جنسيتي تكون فرنسية، أخذ رقم دي. نرى اللي تحت المستطيل على طول. أن تطلب من سائح سالونج لغته، أنت هتقول له من أي لغة، من أي جنسية تكون، أنا عايز اللغة، أي لغة تتكلم، أخذ رقم بي. أكل بايفو فيني فيفي، أنت في أي بلد تعيش، كلي فوتر لونج، ما لغتك، اخذ رقم دي. تي دومان، تطلب من سائح سالونج لغته، هو هيقول انا اتكلم عربي الاولانيه، انا اكون مصري، انا اعيش في بلد عربي، جنسيتي مصريه، ما لونج، انها العربيه، اخذها.
الأسئلة اللي تحت المستطيل على طول عشان هي متكررة في المستطيل. تي دومان تطلب من سائح سم بيه بلده، انت هتقول له كلي فوتر لونج، ما لغتك؟ كلي فوتر بيه، ما بلدك؟ كلي لا تا كابيتال دو فوتر بيه، ما عاصمة بلدك؟ دي كل بيه من أي بلد تأتي؟ كل بيه امتي من أي بلد تأتي؟ تي دومان ان تطلب من سائح سم بيه بلده، هو هيقول انا جاي من اليابان، ممكن اتكلم ياباني، بلدي انها اليابان، ادي واحد، انا احب اليابان، اليابان تكون بلد اسيوي، بنا جاي من اليابان. تي دومان ان تطلب من سائح عاصمة بلده، انت هتقول له ما جنسيتك، ما لغتك، ما عاصمة بلدك، التالتة تنفع، عاصمة بلدك انها ماذا، الرابعة تنفع. بيقول لي تي دومان ان تطلب من سائح عاصمة بلده، هو هيقول باريس انها عاصمة فرنسا، اسكن في باريس، احب باريس، عاصمة بلدي انها باريس، انا اذهب الى باريس في الصيف، اخذ الاولى والرابعة. من ماريا الى صوفيا، بونجور صباح الخير، مو انا سي ايه ماريا، انها ماريا، انا ايطالية من اصل مصري، انا اسكن في روما في ايطاليا، أنا عندي 14 سنة، أتكلم إيطالي وعربي، أحب جدا الكلام فرنساوي. جي باسيان أقضي أجازتي في مصر عند مي جران برانتس عند جدية، إنها أمبو بيه، بلد جميل. جي جيرش أنا أبحث عن مراسلين لكي أكتب بالفرنسي. تبحث عن مراسلة، ده ماريا اللي كاتبة. في هذا الإيميل صوفيا وماريا. في هذا الإيميل إلى صوفيا ماريا، تتكلم عن حيها، تتكلم عن بلدها، تتكلم عن وظيفتها، تتكلم عن طقس في بلدها، تكلمت عن بلدها. بلد ماريا إنها إيطاليا. الأخير دي جنسية ودي البلد. بوربيان كري، لكي تكتب جيدا أم فرنسية في الفرنسية، ماريا تبحث عن مراسل الأولاني. ماريا سوف تدرس اللغة الإسبانية، تتكلم سي لونج، تكلمت عن لغتها، هي تكلمت عن لغتها. ديورجيان من أصول مختلفة لكن تو فرنسي، كلنا فرنسيين. التلاميذ يكونوا من كلاس في فصل شك إليف، كل تلميذ يتكلم عن سون أورجيان أصله. باولو بيقول جسوي أورجيان إيطالي، أنا أصلي إيطالي لكن أنا اتولدت في فرنسا، انا اتكلم دولونج لغتين ايطالي وفرنسا. لورا بتقول جي سوي دي اورجين ماروكان، انا من اصل مغربي، انا احب الذهاب الى المغرب في الاجازه. مارتان بيقول جي سوي دو ليوني، انا اتولدت في مدينه ليون وانا من اصل انجليزي، كل سنه في اكتوبر انا اذهب الى انجلترا. في هذا النص او في هذا البحث اون دوني نعطي معلومات على الطقس، السكان، بلد وجنسية التلاميذ، بلد وجنسية التلاميذ. باولو يتكلم، باولو بيتكلم فرنساوي وإيطالي. في الأجازة لورا تذهب إلى بلد، لورا بتروح إلى المغرب، بلد أفريقي. مارتين تذهب إلى إنجلترا، قالت أنا أذهب إلى إنجلترا كل سنة، انا في اكتوبر، يبقى في اكتوبر ده في الخريف، يبقى اخد اون اوتمان التالت. انت تطلب من سائح جنسيته، انت تقول كلي طالونج، ما لغتك، من اي اصل تكون، تنفع، انت تحب بلدك، ما تكون جنسيتك، اخدها. تي دومان ان تطلب من سائح سون باي بلده، انت هتقول له من اي بلد تاتي، ادي واحد، لماذا تحب بلدك؟ كلي فوتر بيي، ما تكون بلدك، ادي التاني. تي دومان ان تطلب من سائح سالونج لغته، انت هتقول له اي مدينة تحب، ما تكون بلدك، انا عايز اللغة، في اي مدينة تسكن، اخذ اخر اتنين، اي لغة تتكلم، وكلي فوتر لونج، ما تكون لغتك. الجملة اللي جاية تي دومان تطلب من سائح عاصمة بلده، انت هتقول له كلي فوتر فيل، ما مدينتك، اين تسكن، عاصمة بلدك انها ماذا،
ما تكون عاصمة بلدك؟ أخدتم الاتنين تحت بعض. أنت تطلب من زميلك سيركل كونتيان، على أي قارة تكون مصر؟ هو هيقول هي تكون بلد تورستيك سياحية، هي توجد في أفريقيا. أخد هي توجد في أفريقيا. هي تطل على المير روج على البحر الأحمر. سير لأفريقيا على أفريقيا، هي تكون على أفريقيا. تي دومان أن تطلب من زميلك لومانيه عملة صومبيه بلده، أنت هتقول له ما تكون عملة بلدك؟ أول واحدة أدور على العملة تاني، لقيت الأخرانية، نستخدم أي عملة في بلدك؟ أخد الأخرانية. تي دومان تطلب من سائح صومبيه بلده، هو هيقول بلدي إنها فرنسا، أنا أسكن في باريس فرنسا. هتطلب من سائح بلده، هو هيقول لك بلدي إنها فرنسا الأولانية، وأخد لا فرانس التالتة. أن تطلب من سائح لغته، هو هيقول إنجلترا توجد في أوروبا، أنا أتكلم إنجليزي، مافيل مدينتي توجد في إنجلترا، لغتي إنها الإنجليزية، أخد رقم دي. أن تطلب من سائح لقبة العاصمة بلده، هو هيقول إنها باريس، باريس تكون مدينة، عاصمة فرنسا إنها باريس، أخد الأولى والتالتة. أن تطلب من سائح جنسيته، هو هيقول فرنسا في أوروبا، أنا أكون إسباني، أدي جنسية، أحب فرنسا، ما تنفعش، جنسيتي إسبانية، أخد رقم دي. أن تطلب من زميلك سون دوميسيل مكان إقامته، أنت هتقول له أنت تزور أي بلد، أين تسكن، في أي حي تحب أن تعيش، كيف تكون منزلك أو كيف يكون منزلك، كليتون دوميسيل ما محل إقامتك. تون كوبين زميلك تي دومان يطلب منك ليفيل تورستيك، المدن السياحية في مصر، أنت هتقول له لا يوجد مدن سياحية في مصر، إنها الأقصر وأسوان، أدور باريس، كثير من المدن زي الأقصر وأسوان، أخد بي ودي. تون كوبين زميلك تي دومان يطلب منك لا نطيق طبيعة عمل بومبير رجل الإطفاء، أنت هتقول له يعالج المرضى، يقود الطائرة، يطفئ الحرائق، أدي رجل الإطفاء، يبيع دواء، عمل رجل إطفاء إنه إطفاء الحرائق، أخذ الأخيرة برضه. بور دو مونديغ، لكي تطلب المناخ اليوم أوندي نقول كليري لي ما الساعة، كيف يكون طقس اليوم؟ أدي واحد كلتون بتيم، أي طقس تحب، الفي كلتون بوجوردوي، ما حالة الجو اليوم؟ تي دومان تطلب من زميلك سيز اكتيفيتي، نشاطه في العطلة، انت هتقول له ان تطلب من زميلك نشاطه في العطلة، انت هتقول كيف انت تقضي العطلة، تنفع، انت تحب العطلة، كيف يكون عطلتك، متى تكون عطلتك، تفعل ماذا في العطلة، اخد الاخراني. توم كوبين زميلك تي دومان يطلب منك لا اترنير، خط السير للذهاب للنادي، زميلك بيطلب منك خط السير للذهاب للنادي، انت هتقول له النادي يكون كبير، خذ ثاني شارع شمال، ادي واحد اذهب للنادي في اتوبيس، انا احب الذهاب الى النادي، مشي طوالي ثم لف يمين، اخذها. تي دومان ان تطلب من زميلك ثم وين دي ترانسبورت، وسيله نقله المفضله، هو هيقول المترو يكون وسيله نقل، المترو يكون وسيله نقل المفضله، اخذ رقم ب، انا افضل المترو رقم سي. تي دومان أنت تطلب من زميلك سون دوجزمو تنكره في الحفلة، هو هيقول حفلة تكون تنكرية، أنا أحب التنكر في طيار، أدي واحد هو يكون متنكر في طيار، أنا متنكر في طيار، أخد رقم دي. بورد كرير، لكي تصف حيك، أنت هتقول أنا أحب حيي إنه هادئ ونظيف، أدي واحد إليبرو بري إنه نظيف، ده مؤنث، اسم السلام حي يكون كبير، اخذ الاخراني. توم كوبين زميلك تي دوماند يطلب منك اين تذهب لكي تستعير كتب، انت هتقول المكتبه، انا اقرا كتب، كثير من الكتب، على بيبلوتيك في المكتبه، يبقى هي دي بتاعت الاستعاره، اما دي بتاعت القراءه، استعير كتب في المكتبه، اخذ رقم دي كمان معاه. تي فو صفاغ، انت تريد ان تعرف مكان المتحف، انت هتقول أين يوجد المتحف من فضلك، الأولى تنفع،
في المتحف يوجد كثير من الآثار. المتحف يكون بعيد عن هنا، كيف الذهاب أو كيف يكون المتحف؟ أين أو ما مكان المتحف؟ تيتين فهمي، أنت تسأل على الطريق بور الليل للذهاب إلى النادي، زميلك هيقول لك إنه سهل، خذ هذا الشارع تدوا طوالي، أدي واحد. أنت تتكلم فرنساوي، أنت تستطيع أن تساعدني، مشي طوالي أخذ رقم دي. زميلك تيدوموند يطلب منك مهنتك اللي بتتمناها، هو هيقول سؤال الأولى إجابة لا. كيسك تي إم إت غوفتير، ماذا تحب أن تكون في المستقبل؟ ما تكون مهنتك؟ ما تكون مهنة أبوك؟ أي مهنة تتمناها؟ ما تكون مهنتك اللي بتتمناها؟ زميلك تيدوموند يطلب منك كوند، متى أوراق الأشجار تسقط؟ أنت تقول هي تسقط في الخريف، أدي واحد. تسقط على الأرض في الربيع، في الخريف، أدي اتنين. تون كوبين زميلك تي دوموند يطلب منك لأداد دي تان إسانس، تاريخ ميلادك. أنت هتقول له أنا اتولدت في الأقصر، عيد ميلادي إنه 12 يوليو. أين أنت تسكن أو أين أنت تولدت؟ متى أنت تولدت؟ أنا تولدت في أول أبريل. طيب يبقى زميلك بيطلب منك تاريخ ميلادك، أنت هتقول له تولدت في أول أبريل الأخرانية كمان. تي دوموند تطلب من زميلك صنعاج عمره، أنت هتقول له كلا جاتي مع عمرك، أدور كليتوناج مع عمرك، أخذ الأولى والثالثة. تي دوموند تطلب من زميلك لداد دي سون أنيفرسير، تاريخ عيد ميلاده، أنت هتقول مع عمرك، متى يكون عيد ميلادك رقم ب، متى انت تولدت رقم د. تونكو بين زميلك تي دوموند يطلب منك عمرك، انت هتقول له انا عندي 15 سنه وعمري انه 15 سنه الثانيه والاخير. تي باغلا تتكلم عن عمر زميلك، عن عمر ابوك، انت هتقول كليتون اج مع عمرك، تومبير اي ني كوند، ابوك تولد متى؟ انت تتكلم عن عمر ابوك، انت هتقول ابي عنده 50 سنة دي واحد، وهو عنده 40 سنة دي اتنين. تونكو بين زميلك تي دوموند يطلب منك تادات دي تانيسانس، تاريخ الميلاد بتاع اختك، انت هتقول له هي تولدت في مايو، اختك تولدت متى؟ تاريخ ميلاد أختي 15 مايو، أدي واحد. ما عمر أختك؟ أختي عندها 15 سنة، هو عايز تاريخ الميلاد، يبقى تولدت في مايو الأولانية. قواعد تي إم، أنت تحب الذهاب إلى الولايات المتحدة دولة جامعة، أخذ أو. عمي يسكن في لندن، أخذ آ. هذا السائح يأتي من باريس، باريس مدينة، أخذ دو. من أي أصل كلمة أورجيان يأتي بعدها؟ آه دي مؤنث، خلي بالك، يبقى خد كلمة تانية. جي كوني، أنا عارف هذا السائح الذي جنسيته جنسية مؤنث إيطالية. ماليش دعوة بالسائح، ليه دعوة بجنسيته. بلدك تكون في أوروبا، أوروبا قارة، قارات بتاخد أن. أنت تحب زيارة فرنسا، يزور ما تاخدش حرف جر، فرنسا دولة مؤنث، يبقى خد لا. إليدي أورجين، إنه من أصل إسباني. التانية جيم ترافاي، أنا أحب العمل في القاهرة، أخد أو. سيت فامي، هذه الأسرة سوف تقضي الأجازة في مالطا دي جزيرة، أخد آ. السودان توجد، السودان، أخد لو. السياح يحبون زيارة القاهرة، أخد لو. في بروكسل دي مدينة، أخد آ. استراليا تكون في قارة المحيط، أو قارة استراليا، تأخذ أن عشان قارة. نحن نسكن في الأقصر، أخذ آ. أنا أحب هولندا، هولندا دولة مؤنث، أخذ لا. جنسيتك إنها ما ما ماذا؟ إنها ماذا؟ هو يعيش في المغرب، هو يكون مغربية، مغربي، أخذ مغربي. بيه البلد بتاعت هذا السائح تكون جميلة، أخذ البلد مفرد، أخذ له.
بيبقى بقى الأراضي المنخفضة دولة جامعة خد ليه؟ كثير من الناس يسكنون في الدلتا، الدلتا مذكر أخد أو. هي عندها سيباك وبين زميلة نت إيطالية أخد التانية. هي وصديقة النت يكون إيطاليات الاتنين يبقى أخد إيطاليات الأخرانية. السكان الذين يسكنون في المملكة المتحدة مذكر أخد أو. هو نقط فرنسي فرنساوي هو يكون يسكن يتكلم هو يتكلم فرنساوي. أنا نقط فرنسا أنا أسكن كان قالك فيه يعيش فيه يحب ما تنفعش عشان جي او يبقى أنا أزور فرنسا أخد الأخرانية. أنت عندك جنسية، الجنسية مفرد مؤنث أخد كل الأولانية. هو يعمل في المكسيك، المكسيك وموزمبيق وكمبوديا وزيمبابوي دول مذكر أخد او. دانكل بايه في أي بلد أخد كل الأولانية. جاين كاميرات ده أنا عندي زميلة تونسية التانية عشان زميلة مؤنث. من أورجيان أصلي يكون أصل مفرد مؤنث إيجيبسيان. موزمبيق دولة مذكر تاخد او. مينفعش في موزمبيق تكون يبقى لو موزمبيق تكون اخد الاخرانية. هو يسكن في قبرص، قبرص جزيرة اخد اه. السكان الذين يعيشون في نقط يكونوا رائعين في مصر ونيجبت. من انكل عمي اتولد في البرتغال، البرتغال دولة بتنتهي بال يعني دولة مذكر يبقى اخد او. نذهب إلى إيران، إيران دولة مذكر بس مكتوب بحرف متحرك أحط لها أون. إليه إيطاليان إنه إيطالي هو يعيش في إيطاليا، إيطاليا دولة بتاخد أون. يوجد كثير من السياح في روما وروما مدينة تاخد آ. اللغة مفرد مؤنث آخد كل الأولاني. هو يزور الولايات المتحدة، يزور ما بتاخدش حرف جر، الولايات المتحدة جامعة اخد ال او اس. انا جاي من البرتغال دولة مذكر اخد من اللي هي معناها دو. هو يذهب الى كندا، كندا دولة مذكر اخد او. هم يكونوا انجليز ولا انجليزيات يبقى انجليزي الاولاني. الجنسية بتاعت الزملاء السكان تكون بتكلم عن الجنسية يبقى تكون كندي. الولايات المتحدة الأمريكية توجد في أمريكا، الولايات جمع. أنا أسكن في هولندا، هولندا دولة مؤنث تبدو بحرف ساكن أو متحرك مش فارقة إنها مؤنث أخد إيه أون. هو سوف يزور كثير من البلاد، بلاد جمع مذكر أخذ أوروبية الثالثة. السياح يكونوا إنجليز، السياح ده إنجليزيات يبقى السياح السياحات يبقى أخذ الأخرانية عشان كلمة سياح تمشي مذكر وتمشي مؤنث. علي وعمر يكونوا دي أورجين من أصل، أصل بيأتي بعدها صفة مفرد مؤنث أخذ التانية. أحمد عنده الجنسية، الجنسية مفرد مؤنث أخذ التانية. دي كل ناسيوناليتي من أي جنسية أنت التو معها أو أس تكون. علي وأنا نحن نكون إيجيبسيان مصريين، الفرنسيين هي اللي تنفع عشان جمع مذكر. منى تأتي من مدينة لندن، مدن مؤنث بتاخد دو. ونابت نحن نسكن في مدينة بروكسل، بروكسل مدينة تاخد آ. اليادو سولي يوجد شمس، الشمس مذكر اخد دو. جي في او كير انا اذهب الى القاهره لكي انا اللي حذهب يبقى مي بغمني اتنزه الاخرانيه مصدر ولا بد من تحويل السو. انت تصور ماذا ولا ما ولا ماذا لك ماذا ده هي التي تاتي في وسط ونهايه السؤال. في الربيع الجو جميل، الربيع بياخد او. كل فصول السنه بتاخد اون. سيلتو بلي من فضلك كده امر مع التو. بحذف حرف الاس مع الضمير تي في افعال المجموعه الاولى اخد فير الاولى. النيابه ده نفي اخد دي او.
في الشتاء أنا أذهب إلى ميدان التزلج، ميدان التزلج مؤنث، أخذ آلة. الجويه يلعب ألعاب فيديو، طالما فيه دي أخذ آه، طب لو ما فيش آه ولا دي أخذ أو بتاعت الجمع. كيسك فو، الفو معاها نهاية، قال لك دور، قال لك فت، فعل فير مع الفو نهايته تي او اس. بروفيسيون، مهنة مثالية، انه كوميديان. المهنة مؤنث يبقى اخد ما. سياق اجوش انه على يسار الميدان، اجوش دولا بليس، الميدان مؤنث اخد دولا. الربيع يكون ماسي زون، موسمي الموسم مؤنث اخد بريفيري الاولاني. ما طنط عمتي تكون ممثل، طبيب وطبيبة، اه طبيب وطبيبة تمشي مذكر ومؤنث اخد. جسوي دو جوزي، انا متنكر، بين التنكر والمهنة باخد اون. سي تغنير، خط السير مذكر، اخد ان الاولاني. كليتون اكتيفيتي بريفري، ما نشاطك المفضل، نشاط مؤنث اخد كل التاني. جوج ويان، العب افيك لي فوازين، مع الجيران بتوع الحي، حي مذكر اخد من الاولاني. لي بتيون مشاه يمشون على الرصيف الجانبي، الرصيف الجانبي مذكر اخد له. ماميزون، منزلي يكون بجانب الجراج، الورشة او الجراج، اكود بيجوراه دو، ودو مذكر اخد دو. مدام احترام، بترافرسي اخرها او زد الاولاني. جيبغين، انا اخذ لي فواتير، السيارة بور، لكي بيجي وراء الفعل في المصدر، يبقى اخد اللير التالت. برين، خذ الشارع الاول، اه دوات اخرها او. مها تكون كوفير، حلاق، بومبير، تمشي مذكر ومؤنث اخد. طب واسون، هوايتك، الهواية مؤنث اخد كل التاني. في مصر لا يوجد، ده نافي، في حالة النفي باخد يا اما دي او يا دي ابوستروف، اخد دي او. في الصيف الشمس تكون ساطعة وحارقة، اخد ان. في الربيع الزهور، الزهور جمع مؤنث، اخد بال التانية. لا كوكونيل الدعسوقة تكون حشرة، حشرة مذكر اخد ان. سامي يكون أدروا، يمين مجدي، ده اسم شخص، أخد دي أو. لا تنسى حقيبتك، أخد أوبلي التانية. إنه المنزل، المنزل مؤنث، أخد مها. سوكاير، هذه الكراسة تكون إلي، لوي هي التي تأتي بعد حرف الجر، ال لا تو لا تي، المفروض كانت تبقى توا، والجو موا، والال اللي بقت لوي. توم ترسلجم، في الشتاء يبقى ال. نوني اموبا، نحن لا نحب القاهرة، اخد لو. البلو تمطر، تمطر يبقى اخد ال الاخراني، وتنفع السماء الاتنين صح. البلو تمطر بقوة، والسماء تمطر بقوة. نلعب شطرنج، يلعب مع الشطرنج جمع، اخد قول اولاني. لو بروفيسور مدرس، افوت القلم صبورة مذكر، اخد ان. زملائي عندهم ممحات، يبقى عندهم يملكون، يبقى اخد اون. اخويا اتولد في ابريل، ابريل ده شهر الشهور، بتاخد حرف الجر اون. انت اتولدت متى، من، اخد متى. جينيفي با اونسي، انا لا اذهب المدرسة يوم الجمعة، كل الايام بتاخد اداة معرفة، يبقى ناخد لو. ابريل انه شهر، شهر مذكر، اخد ان اولاني. جيسويني، انا اتولدت في شهر، في تعبير على بعض اسمه او موادو، في شهر، ادي موادو، اخد او. سوف الفرنساوي، بتيجي مع كلمة سو. مونبير، ابي اتولد في اول مايو، تاريخ كامل، التاريخ الكامل، اخد له. ماسير اختي تكون اتولدت، اختي مؤنث، يبقى اخد ني التانية.
كلمة في أي شهر نكون؟ الشهر عشان تاخده هقول له في شهر مايو، باخد اون اون كلمة. منفغير أخويا وأنا، أي حاجة في أمواه بتساوي الضمير نو، نحن اتولدنا، يبقى خد صم الأولانيين. إنها طول كرايو، البراية بتاعت توماس، البراية مذكر أخد لو. التو تو تابل، أخد التالت. تاني، أنت اتولدت في أي شهر؟ أو في شهر، تعبير على بعضه. أوم واندو لسه واخدها. أخويا وأنا بتساوي الضمير نحن، أدور على واحدة في دول، قال لك أفون عندنا حقائب سوداء، مش نكون حقائب. 15 أبريل، تاريخ كامل، أخد ال أو. يكون الضبط التاريخ اليوم، أخد كل التانية عشان التاريخ مهندس. الصفحة اللي جاية فيها إيميلات و إس إم إس، نسيبها للامتحانات، ناخدها كلها مجمعة إن شاء الله في المراجعة. القطعة اللي جاية موا، إنه علي جابت تنعسكم في تونس، عاصمة تونس، في تونس العاصمة بتاعت دولة تونس. أنا أتكلم عربي وفرنساوي. أنا ألعب جيدا كرة قدم. أنا أحب مشاهدة الأفلام بتاعت الخيال العلمي. جيسوي بول، ده واحد تاني بيقول أنا اسمي بول إيطالي، أنا أسكن في نابولي، أنا أحب زيارة سيت تورستيك، المواقع السياحية في روما. أتكلم إيطالي وإنجليزي. أقضي أوقات فراغي على الإنترنت وألعب ألعاب فيديو. جومابيل، أنا اسمي مارجريت، أنا أكون ألمانية من أصل بلجيكي، أنا أتكلم ألماني وإنجليزي وفرنساوي، أحب السفر بين برلين وجنيف، لافيل المدينة السويسرية، لابلي بروش الأكثر قربا، دي مافيل من مدينتي. في هذه الوثيقة هؤلاء الأشخاص لا يتكلمون، لم يتكلموا عن لير باسو، هواياتهم، لغتهم، بلدهم، أعمارهم، ما تكلموش عن الأعمار. لا انترنت، الانترنت انه لا بوسون هواية، هندور مين اللي عنده هواية بالانترنت، ادور العاب الفيديو، يبقى باول. طيب نشوف السؤال اللي بعده. مارجريت تتكلم، ادي مارجريت تكون المانية من اصل بلجيكي، بتتكلم الماني وفرنساوي وانجليزي. انسيا لونج، دو لونج، تغوا لونج، ثلاثة لغات. نابولي تكون مدينة إيطالية الأولانية. القطعة التانية بيقول لي سالو جوليان، أنا جوليان جيتين فيتي أدعوك لقضاء لي فاكانس زيتي أجاس الصيف دان مون بيي في بلدي مصر. في بابا الصيف أنت سوف تقضي أموا شهر مانيفيك رائع أوكير في القاهرة. لو كابيتال عاصمة مصر. إيسي هنا السكان يكونوا رائعين وبشوشين. مبابا سير سنقضي لوتون بالوقت بين القاهرة وشرم الشيخ. مبو نستطيع الذهاب أيضا إلى الأقصر لكي نزور المتاحف والمعابد الفرعونية. نستطيع السباحة أو عمل دوباتو مركب، نزل من مركب دالا مير في البحر في شرم الشيخ. علي يدعو جوليان لزيارة فرنسا للدراسة في كلوي معه. لعيد ميلاده لزيارة مصر، يبقى لزيارة مصر. المتاحف والمعابد الفرعونية توجد في الأقصر وأسوان. في الأقصر. في شرم الشيخ علي وجوليان يستطيعون فيزيتير من زيارة المعابد، لعب ألعاب الفيديو، ممارسة السباحة، أخذ ممارسة السباحة. يوليان سوف يقضي في مصر. أنت تستطيع قضاء شهر، يبقى انسو من جور اني تواجو تغان جور 30 يوم، يبقى خد شهر الاخراني. انت تحدد موقع بلدك، انت هتقول بلدي انها مصر، هي توجد في افريقيا، ادي واحد. بلدي تكون في شمال افريقيا، ادي اثنين. تضمن ان تطلب من زميلك لو نمبر عدد اللغات التي هو يتكلمها، انت هتقول له أنت تتكلم أي لغة، أي لغة، أي لغات بقى أنت تحب. أنت تتكلم كم من اللغات، أدي واحد. كم من اللغات تتكلم، أدي اتنين.
تبالغ أن تتكلم عن جنسيتك، أنت تقول أنا أكون من أصل مصري أدي واحد، أحب مصر، أنا مصري أدي اتنين. زميلك تيدوموند يطلب منك عاصمة بلدك، أنت هتقول له أنا أسكن في القاهرة، أحب القاهرة، القاهرة عاصمة بلدي، سيلو كير إنها القاهرة. تيما أنت تحب قضاء الأجازة في مالطا جزيرة، أخد آه. اليابان توجد في آسيا، آسيا قارة، القارات بتاخد أن. منسيبة كوبين زميلة النت تكون إيطالية التانية. أوريجين أصل مؤنث مبدوء بحرف متحرك، أخد من. علي عنده جنسية، جنسية مفرد مؤنث، أخد إيجيبسيان الأخرانية. لو فرنسي الفرنسيين يتكلمون فرنسي الأولانية. ستروف لا إيجيبت توجد مصر، يبقى أو ستروف أين توجد، أخد الأولانية التانية. هنسيب الموضوعات زي ما احنا قلنا للامتحانات، الحمد لله رب العالمين. بقى امتحان واحد موجود عندنا خاص بالأزهر، هو عبارة عن تكرار الامتحان اللي احنا خدناه، بس شال منه اختياري، يبقى هو نفس الامتحان. الحمد لله رب العالمين، أنجزنا معاكم الدرس الثاني من الوحدة الثانية من كتاب أنشانتي سنة تانية. أتمنى من ربنا تكونوا استفدتوا، وأشوفكم بخير يا رب في بقية حل الكتاب. بقى لي درس واحد أو فيديو واحد وأخلص المنهج ونخش على المراجعة الموجودة في الكتاب. أشوفكم بخير يا رب، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.